السلام عليكم، كيف توما؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كيف توما؟ شويش توما مع الصحيحة؟ كلشي مزيان؟ كلشي لاباس؟ اليوم ان شاء الله قلت غنعمل معاكم واحد بغرير صحي صحي 100% مزيان بالنخالة، ساهل ومزيان للهاض، مزيان الانسان اللي عنده القبط وداكشي في كرشو، مزيان بزاف. عندي كاس ديال النخالة، كاس ديال النخال، ديك النخالة الرقيقة هيدا كتباع بالكيلو، كاس ديال النخالة. وعندي كاس ديال طحين الزرع، ها هو توا باقي بالنخاله ديالو كتشوفو، كاس ديال طحين الزرع. وعندي كاس ديال السميده، كاس السميده. نتوما المقادير تقدر دوبلوها، تقدر دوبلو المقادير. عندي هنايا، وعندي هنايا واحد شويه د الملحه، واحد المغرفه د طحين د الخروب. الخروب كتشريوه كتمسحوه داكشي وكديوه مطحنه كطحنه، طحين الخروب اولا الطحين اولا الطحين ديال النبك، أو النبك طحنوه كيرجع حتى هو بحال الخروب. واحد المغرفة د الخميرة، خميرة د الخبز، واحد المغرفة د العسل، واحد المغرفة ديال العسل، واحد الخمارة، واحد الخمارة د 7 غرام. صافي دابا كنعملو كلشي، كنجمعو هنا في التبانية، غنعملو كلشي فيها، نعملو كلشي. ديك الساعة نحسبكم شحال كيسان د الما غتديلي. غنعمل كلشي، الخميرة، كلشي. غنعمل فيها مليحة ديك العسيلة حتى هي، شنو غادي نعمل في هنايا؟ دابا غنعمل الما، الما، الما دافي، الما دافي، واحد، جوج، نحركها ونشوف واش نزيد أولا، أولا صافي. راه بيان كدي 3 كيسان، غنملى 3 كيسان ديال الماء، نشد لواحد آخر، فوالا، 3 كيسان، نزيد هاد الخمارة 7 غرام، هي هاديك ديالها هو لي خصو تطحن مزيان في الماكينة. تطحن مزيان في الماكينه، يبقى تطحن بزاف. صافي خلطته هنايا، دابا كنخلطو هنايا في الماكينه، ما تحرقناش. صافي دابا دالي 3 كيسان د الماء، الا بغيتو خفيف تيدوه الماء. دابا نعملو هنايا، نعملو هنا، هنا وغنطحنو، غنطحنو كامل ونرجع معاكم. ها هو كخصهم يجيو هايدا، يجيو فيها هاد الفقاعات، يجيو فيها هايدا، يجي بحال اللي هو خامر، يبقى يتطحن مزيان مزيان حتى يرجع هايدا، حتى يرجع ديك الفقاعات كاملين هايدا، ديك البويقات بحال هايدا، هايدا خصو يجي. دابا غنعملو هنايا، غنخويه هاد البول، غادي نخويه، غادي نخليه واحد 5 دقايق يرتاح، 5 دقايق غير يرتاح شويش، غنغطيه غنخليه يرجع شويش، عاد ديك الساعة نطيبو. ها هو البغرير ديالنا دابا خمر، ها هو عندي المقلة كتسخن، سخنت المقلة هنا، المقلة خاص ديال البغرير، هذا صحي، النخالة ديالو كلشي ديالو كيجي مزيون، كيجي غزال. شوف الصلاة على النبي تبارك الله، ما شاء الله. العافية نتوما كتعرفو العافية خاصها تكون ولا بد مجهدة، ما تكونش العافية ضعيفة ما غيتتقبش. ومزيون بزاف هو كيتدهن بزيت العود. Thank you.
ديالنا واجد، هو ملي تطيبوه، ملي كطيبوه كتعملوا وحده فوقه وحده، ما كتتفوشي هاي دايبرد باش ما كيبشي. انا كنستفو هيدا فوق بعضو، كنطيبو كنعملو فوق بعضو باش كيبقى رطب، باش كيبقى مزيان. ها هو شوف كيجي، شوف كيف كيجي، شوف كيجي واعر، كيجي غزال. ها هو شوف، ها شوف من هنايا كيما من هنايا. ها هو والمنفعه ديالو هو صحي، ما فيهش طحين ابيض مره نهائيا، نتوما شفتو. والعسل اللي كيبغي يعمله عمله، واللي يبغي ما يعملهاش ما يعملهاش، اللي فيه السكر وداكشي ما يعطيش يعمل العسل شي ولا بدي يعمل. انا كنعمله باش كت على الخميره. ها شفتو كيف كيجي، هو كيجي غزال. واللذه ديالو هي تعمل له زيت العود، انا كنعمل له زيت العود شويه مع الشبه، عندي فيها العشب والثومه وداكشي، كنعمل زيت العود والعسل. وواحد اللي كيبغي بالزبده بلديه داكشي كيجي مزيون، الزبده بلديه والعسل حتى هو كيجي غزال. نتمنىكم تجربوه بالصحه والعافيه، ودعيو معانا، دعيو معانا على الصحه والعافيه، وديك الدعوات ديالكم زيونين.